السلام عليكم. احنا اليوم بحي بغدادي اصيل يحوي الكثير من البيوت التراثية الجميلة. تعرفون انه بغداد المصورة القديمة يعني كانت تمتاز درابينها بضيقها والتوائها وكثرة الانحناءات بيها، بنيت بذاك الوقت لسبب ما. لكن احنا الان في منطقة البتاوين، هاي المنطقة بنت البيوت بشكل آخر راح نتعرف عليها بقصتنا اليوم، إضافة إلى أنه نعرف ليش سميت البتاوين. هناك مفهوم عند الناس أنه ممكن تكون البتاوين لها ارتباط مع الإخوة المسيحيين، فحالها حال أحياء الآثوريين أو الكلدانيين أو السريان، لكن طلعت المسألة غير هذا تماما. راح تعرفون هذا من سياق قصتنا اليوم. البتاوين حي بغدادي كبير بدأ أنه تأسس بالتزامن مع شارع السعدون في النصف الأول من ثلاثينات القرن الماضي. يقع في المنطقة الممتدة بين شارعي أبي نؤاس والسعدون بدءا من ساحة التحرير وحديقة الأمة وصولا إلى ساحة كهرمانة. ومثل ما قلنا فإن التسمية أقدم من الحي السكني، إذ تعود التسمية إلى بدايات القرن التاسع عشر وعرفت حينها بكرادة البتاوين تمييزا لها عن كرادة مريم والكرادة الشرقية. وكانت البتاوين منطقة زراعية سكنها الأهالي النازحون من قرية البتة بمنطقة النهروان شمالي ديالة، وأقاموا فيها واشتغلوا مزارعين عند ملاكها بيت الأورفلي. ويقال أن الأورفلية أسرة عربية الأصل تنتمي إلى عشيرة عبادة العدنانية سكنوا منطقة الرها في أعالي بلاد الشام المعروفة بأورفة والتي نسبت إليها أسرتهم. وتشير المصادر التاريخية إلى أن أورفة كانت تابعة إلى ولاية الموصل لكنها اقتطعت فيما بعد وصارت ضمن الأراضي التركية حالها حال ديار بكر ومادرين وغيرها. وقيل أن كبير الأسرة الأورفلية جاء إلى بغداد بصحبة السلطان العثماني مراد الرابع سنة 1638 حينما قاد حملته الشهيرة ضد الصفويين، إذ كان قائدا لأحد فصائل الجيش. ثم استقر في بغداد في منطقة الحيدر خانة واشترى أحد أحفاده فيما بعد وهو عبد الرحمن بن علي أرضا في بغداد سنة 1821 وجعل منها مزارع فسميت بساتين الأورفلي. وبمرور الزمن تم تقسيمها من قبل الورثة لتتحول إلى حي البتاوين، ولم يتبقى من اسم الأورفلية في المنطقة اليوم غير مسجد قديم يطل على شارع السعدون عرف بجامع الأورفلي. احنا الان بالضبط وسط دربونة او فرع او زقاق، الدرابين تكون داخل السور. احنا حاليا خارج سور بغداد القديمة في منطقة البتاوين وقريبين ايضا من شارع السعدون.
تعرفون انه درابين بغداد شلون كانت؟ يعني هسه من تروح محله الحيدر خانه مثلا، جديد حسن باشا، تروح تشوف الدرابين هناك بنمط مختلف. هنا من جينا البتاوين لا، صار انفتاح اكثر، صارت ازقه واسعه وبيوت كبيره. عن هذا التغيير راح يحدثنا الاستاذ موفق الطائي. ليش صار هذا التغيير؟ شنو السبب؟ سبب بسيط، انه بعد ان طلعوا العثمانيين، نعم، اكبر معسكر كان هنا للجيش الانجليزي، نعم، وبنفس الوقت بوين وزاره الصناعه، نعم، كان المنتدى مالهم الكبير، نعم، فهذا الجيش الكبير جدا يحتاج خدمات، نعم، يحتاج ناس يخدموه، نعم، فبدت يسووا لهم بيوت بالضبط على النمط الانجليزي. يعني اذا تشوف لندن، ايه، تشوف وحده بصف الاخ، لكن بنفس الوقت حاولوا ان يحافظون على الساحه، على الطحن مال البيت. هنا شفنا ثلاث انماط اجتينا من البيوت، نمط حافظ على الصحن، وبقى الواجهة مثل هذه شبه إنجليزية، ونمط جمع الاثنين، ونمط آخر أخذ مغلق بالضبط مثل إنجلترا. هاي البيوت تشكل لنا فد انتقالة نوعية من البيت التقليدي الدربونة اللي اعتدناها إلى البيت اللي يحاكي البيوت الغربية. واكبر دلاله على ذلك هاي التفاصيل اللي نشوفها مال الطابور، هاي نلقاها في كتاب اسمه يعني يدرس الان انجليزي اسمه مكاي، حتى طلابنا يدرسوه. هذه ايش حلت؟ حلت محل الخرده اللي قبل كانوا الخرده اللي طابوق المنجور اللي يشتغلوا، فتغير النمط، صار صفوف الطابوق بدل الزغرفة الإسلامية المعتادية. فإذا إحنا أنا إذا أشوف أي مكان في لندن أشوف نفس النوع من الشبابيج، وأكاد أشوف نفس النوع من البيوت اللي موجودة. هذه حاكت لندن. يعني استاذ موفق نريد نشوف تفاصيل بيت بغدادي من البتاوين بتفاصيله الدقيقه. تفضل ويانا حتى نتحدث عنه. يا الله، احنا نعتبر هذا الانتقاله فنسميه بيت انتقالي. نعم. البيت الانتقالي شنو؟ نعم. انه البيت البغدادي هذا يمثل لنا انتقاله نوعيه. نعم. بالبيوت، لانه احنا شو اعتدنا؟ اعتدنا بيت وسطي. نعم. وتكوين طرار وما طرار والمفردات. نعم. مال البيت البغدادي. هسه اجتي رغبة ان يسوون بيوت على الطريقة الانجليزية. فهاي الرغبة الملحة طبيعي، لانه الانجليز موجودين هنا. هسه هذا البيت اللي احنا بيه، اي، تعتقد هذا طرازة بغدادي انجليزي لو خليط؟ نسميه بيت الانتقالي، وهو عندنا ثلاث انواع من بيوت الانتقالية وليس. نعم. نوع واحد. عندنا بيوت حافظت على الصحن. نعم. لكن سوت التفاصيل الاجنبيه الاجنبيه. اكو بيوت ايضا هنا بالمنطقه سوت الثنين، يعني تلقى بيها صحن وتلقى بيها مغلق. نعم. واكو بيوت لا نهائيا مغلقه. هذا موجود، هذا نوع معين، هذا تكاد تكون نفسهن موجود. نعم. بس بمعالجات مختلفه، يعني نشوف بيت اخر بالثنين بين مغلق وبين مفتوح. تفاصيل، ايه، فالتفاصيل طبيعي هنا نشوف العراق بادي يدخل يريد يحاكي الأشياء الأوروبية، لكن دي بقي مستمسك بالبيئة مالته ومستمسك بيت الصحن اللي لازم يبقي. لكن انتهى، لم يعد هذا بيت بغدادي بتفاصيل اللي اعتدناها. هذا بالثلاثينات، والسبب بسيط، لأنه الناس اللي شغلوا هم تحت إرادة تختلف وتحت عميل آخر
غير البيت الشخص اللي كان ساكن. حلو. معظم اللي يجوا يسكنون هنا كانوا من النازحين من الموصل. فأهل بتة عافوا المكان. ولا زال هذا البيت الحقيقة مأهول، يعني صاحب البيت موجود. نعم. الأستاذ ضياء داود متي. نعم. أستاذ ضياء، ايش صار لك ساكن البيت؟ والله صار لي يعني 20 سنة، لأن ولادتي يم حديقة الأطفال هنا قريب البتاوين. هاي وحدة. نعم. هاي وحدة. يعني انت نقول عليك من اهالي المنطقة الاصليين. من نعم، ولادتي بغداد 57 تعدادي. نعم. والحمد لله والشكر. هاي العربانة. نعم. كنت اشتغل بيها باقلة ولا بالعبيد. هاي نعم. يعني هل تقبلها هاي العربانة تبقى هنا جوا محصورة؟ ما اقدر اطلع. بلدية؟ نعم، بلدية وأمان بغداد وغير. عندي بنتي محامية. نعم. اللوخ مهندسة يسمعوني. نعم. والله خريج سياحة وفندقة، وأنا مفوض متقاعد. نعم. شدة داوم بالشرطة، داوم بالنجدة وبالنجدة النهرية. طلعت بعد ما عندي عيش. عيشتي وين؟ بهذا البيت. ما أقدر أعوف. يعني هسا كل شيء ما تشتغل؟ لا والله قاعد متقاعد، ما اشتغل بعد، ما اقدر. كنت اطلع بهاي اخاف. قمت اخاف. كم سنه اشتغلت على العربانه؟ صار من كنت على ابو نواس. الاخ هنا ولا يعرف، كان عندي اربع عربائن اطلع عمال وياي اللي يجيبوا الله القاسمه. اقول الحمد لله والشكر. اكيد استاذ، يعني 30% رجعت هاي الناس لبيوتها. انت مثل ما تشوف جنابك، هاي شفت البيوت الاثريه وهاي الناس رجعت من صارت هاي الحمله، السودانيين، الكدانيين، المسيحيين، كلهم رجعوا. يعني تقريبا 30-40% نقول. فان شاء الله هسه المنطقه هسه يعني قصدك الامور طيبه هناك. الامور طيبه وخير من الله. كانت قبل لا ماكو، الامور كانت كلش تعبانه. استكمالاً لجولتنا في منطقة البتاوين، احنا الآن في مقهى اسمها غريب، اسمها مقهى المعقدين. صاحبها المرحوم جعفر الرميلي الشويلي. أصر الأستاذ موفق الطائي أن نجي إلى هاي المقهى، يظهر أنه عدة ذكريات ويريد يحدثنا عن تاريخ هاي المقهى. طبيعي إصراري جاي في الواقع لسبب بسيط، أنه رغم تواضع هاي القهوة بس هاي القهوة كانت مختبر أفكار الشعر العراقي الحديث. اعتاد الأدباء والفنانين أن يقعدون بقهوة البرازيلي، لكن المتمردين منهم اللي خلقوا الشعر العراقي الحديث جوي يجتمعون بهاي القهوة. وطبيعي المتمردين منهم حسين مردان بالدرجة الأولى، بولند الحيدري، بدر شاكر السيار، نزار سليم. وشاءت الصدفة أنه واحد من أصدقائي في إنجلترا اللي دائما يتغزل، هو بإنجلترا عايش بس يتغزل بهاي القهوة، خالد القشطيني، الكاتب خالد القشطيني، وحدثني كثير من الأحداث عنها. حتى لو يسموها معقدين، السبب يسموها معقدين فشي ولا يجي على البال. يقول احنا كنا نقعد ونسولف شعر وادب، وهي القهوه معتادين لها، يقعدون لها ناس شعبيين. فشافوا هذول فجوقش وعبالك دا يحكون في اللغه اخرى غير لغتهم. ما حد يفهم لغتهم. فالتفت واحد على الاخ قال له عوفهم هذول معقدين. وانتشرت كلمه معقدين، واصبحت اكو هناك جوقه المعقدين، ومعروفين عنهم المعقدين. طبيعي حتى أتأكد أكثر من هذه،
جبت واحد من المعقدين أيضا واللي هو دكتور مفيد جزائري وأكد لي الموقف والمكان اللي موجود، لكن قال هي بالبداية بدت لربما 4-5 مفاليس ما يقدرون يدفعون البرازيلية ويقعدون هنا، لكن بعدين صارت حركة فكرية متناهية. فإذا إحنا قاعدين هسه في مختبر فكر الشعر الحر العراقي، تصوروا هذا المكان المتواضع. احنا نطب حديقة الأمة ما نروح يعني طلة بسيطة ولو لا. على نصب الحرية هذا أبوهم كلهم دخلت مشان وياك في الواقع. خليني أقول لك شيء آخر ما حد يدري به. نعم. تشوف هذا المربع اللي طالع وحده بالخلف، هذا كان المفروض تكون جدارية محمود صبري. وأنا أحتفظ بالجدارية لحد الآن، لكن زعلوا عليه، زعل عليه عبد الكريم قاسم فما نفذ هاي الجدارية مال محمود صبري. بقى الحد الآن مفتوحة، هي ألطف شيء. في اليوم أنا مستشاري من بغداد جابوا لي قائمة يريدون يعمرون هاي، قلت لهم ليش؟ قالوا منهار. قلت لهم ما تشوف انت مربع مستطيل شلون منهار؟ عيون الأستاذ موفق هذا نصف الحرية. أنت يومي طلع لي شغلة جديدة. يومي طلع لي شغلة جديدة، تقول لي الماكيتات ضاعت ورجعوا سووا من جديد. فعلا في الواقع هذا الفرق بين واحد يصير عمره 82 ويبدي بحياة مبكرة. نعم. أنا كنت ذاك الأثناء كنت صحفي قبل أن أروح لإنجلترا. نعم. والأحداث معروفة يعني بيناتنا. الحادثة صارت كما يلي. نعم. أنه رفعت شادرتشي مثل ما تعرف وكان مستشار عبد الكريم قاسم. نعم. فكلف جواد سليم، وكل اللي يقولوه أحد قال له شي يسوي أبدا، لا عن قريب ولا عن بعيد، يعني كان عنده مطلق الحرية 100%. وهو من هالنوع، جواد سليم هو من هالنوع. فصمم التصميم الأولي، بعد أن صمم التصميم الأولي اثناء ما يروح بالطياره انفقد التصاميم كلها، اللفه مال التصاميم كلها. في الواقع انا احتفظ بهاي التصاميم، وفي يوم من الايام نزلت هاي التصاميم الضايعه في مزاد البغدادي عند مقداد البغدادي، واشتراها رفعت مره اخرى هاي التصاميم الضايعه بالثمانينات. اللي حدث انه من راح هناك عليه ان يعيد الفكره كلها قاد جديد او يعيد رسمها، وفعلا تغير لانه هناك تعرف على غورنيكا ولوحات ومشهوريه. فاجا وياه صادق ربيع. صادق ربيع هذا خطيف الاسم ما ينذكر دائما في الواقع. فصادق ربيع رافقه كل الفتره، اعادوا سووا ماكيت جديد على الذاكره، وغير ايضا غير بعض المفاهيم. الماكيت سووها الايطاليين طبعا بالسكتشات مالتهم، وبالاخير اخذ صوره حتى يوثقها ووثقها بيده، هم الايطاليين وصادق ربيع لهذا العمل، واجا هذا العمل وتنفذ. وفي مطلع الثمانينات حاولت الحكومة العراقية تطوير منطقة البتاوين والمناطق القريبة منها كشارعي أبي نؤاس والسعدون، وتسابق عدد من المعماريين العالميين لتقديم تصاميم مختلفة مع الأخذ بالحسبان الحفاظ على روح التراث البغدادي. ويقال أن المعمار الشهير لامبرتي الذي صمم مدينة فينيسيا الجديدة قدم تصاميم لحي البتاوين بشكل عصري وملفت، إلا أن تلك التصاميم بقيت مركونة على الرفوف ولم ترى النور بسبب الانشغال بالحروب والمشكلات السياسية حينها.
وبقية البتاويين والكثير من المدن العراقية والبغدادية القديمة تنتظر من يعيد لها نبض الحياة.